ما شاء الله تبارك الله، انظروا إلى جمال منطقة جازان. هذا الموقع ما شاء الله تبارك الله على طريق المحلة الحقو جازان. ما شاء الله تبارك الله على جمال الطبيعة، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، أينما نظرت ما شاء الله تجد الجمال الطبيعي. الآن الانطلاق إلى جبل صنادل. ما شاء الله قربنا على رأس الجبل. بسم الله، الصخور زلقة. الآن وصلنا الآن إلى قمة الجبل، ما شاء الله تبارك الله تظهر المناظر البديعة. ما شاء الله تبارك الله، هذه إظلالة من أعلى جبل صنادل للموقع الجميل. طبعا الموقع هو رؤوس وادي غوان، وهو على مقربة من قرية الشخري الواقعة بين الحق والمحلة. هذه قرية الشخري توجد بها مدرسة بنين. الموقع ما شاء الله تبارك الله أحسن مما في الصورة. اليوم الجمعة الخامس من شهر محرم. منظر جميل من الأعلى للموقع.